أهلا بكم في النشرة الثقافية. إلى العناوين: الوطني للثقافة يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. لابا تطلق أول أكاديمية فنون شاملة ومتخصصة للأطفال في الكويت. انطلاق أكبر مواسم الإبداع في المملكة العربية السعودية. انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان قطر الدولي للفنون. الثقافة الفلسطينية تطلق فعاليات ملتقى فلسطين الثاني للقصة العربية. الأبد هو الآن معرض للمجسمات الفنية بجوار الأهرامات المصرية. في الذكرى 140 لميلاده بيع أعمال لبيكاسو في لاس فيغاس بأكثر من 100 مليون دولار. موعدكم مع الأخبار الثقافية من شاشة البوادي، أهلا بكم. وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهدف زيادة أواصر التعاون وبناء جسور الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية وقطاعات المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، والتنسيق المشترك بينهما لتحقيق رؤية الحكومة في مشروع التنمية المستدام. وتنص المذكرة على التعاون في مجالات عدة، وهي تنسيق حملة إعلامية مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتسويق للفعاليات المشتركة وتبادل المعلومات والتقارير الخاصة وإعداد المعايير الأساسية وتشكيل لجان متخصصة لخلق رؤية واضحة في مجالات تبادل البحوث والاستشارات وخلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم حق الإنسان في التمتع بالحقوق الثقافية. حضر حفل التوقيع من الجمعية أمينها العام حسين العتيبي ورئيس مجلس إدارتها خالد العجمي ومدير المشاريع ميسون عبد الرحيم، ومن المجلس الوطني الأمين العام كامل العبد الجليل والدكتور عيسى الأنصاري ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا. تفتتح أكاديمية لوياك للفنون الأدائية لابا أول أكاديمية فنون شاملة متخصصة بالأطفال في الكويت لتجربة متكاملة في الفنون الأدائية والبصرية تحت عنوان Kids Arts Academy للفئة العمرية من الرابعة حتى السادسة عشرة. وتقدم هذه الأكاديمية برامج متخصصة في الفنون الأدائية كالموسيقى والكورال التعليمي إضافة إلى فن الخطابة للأطفال، وفي الفنون البصرية والتشكيلية واليدوية كالتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي إضافة إلى الدراما واليوغا. وتقوم الأكاديمية على مبدأ الفصول الموسمية، ويستمر كل فصل مدة لا تقل عن 6 أسابيع حتى يتمكن الطلاب من الانضمام في الصيف والخريف والشتاء والربيع، ويختارون في كل موسم التركيز على حقل من حقول الفنون التي أرادوها. انطلق موسم الإبداع تنوين 21 في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران، والذي يعد من أكبر مواسم الإبداع في البلاد، حيث يعود هذا العام تحت شعار الأدوات تشكيل الإبداع من خلال دورات احترافية وورش عمل مبتكرة، وهي الإمكانات المادية لنخيل التمر، الأدوات الإنتاجية، العدة الاحترافية للمبتدئين، تصميم منتج بلاستيكي، مسح الليزر ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى التجارب الفريدة من نوعها، وذلك ضمن 4 مسارات إبداعية، وهي الإبداعات الناشئة، الاقتصاد الإبداعي، الجرافيك والتواصل، العمارة والمنتجات، وتستمر حتى 13 من نوفمبر القادم. انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة
فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان قطر الدولي للفنون في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتعاون مع شركة مابس العالمية بمشاركة 300 فنان وفنانة من مختلف دول العالم، حيث تنوعت إبداعاتهم الفنية التي عبرت عنها لوحاتهم التشكيلية وفقاً للمدارس الفنية التي مثلتها أساليبهم الإبداعية. وضم المهرجان المعارض الفنية وورش الرسم التفاعلي والحر والمحاضرات والجلسات النقاشية إلى جانب عروض الأزياء التي استوحيت تصاميمها من لوحات الفنانين المشاركين والمصنوعة من مواد معاد تدويرها. أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية فعاليات ملتقى فلسطين الثاني للقصة العربية ملتقى الشهيد الأديب ماجد أبو شرار، وشارك في هذا الملتقى أكثر من 30 كاتباً وأديباً وناقداً من دول عربية، وهي الأردن، لبنان، مصر، البحرين، تونس، سوريا، المغرب، العراق، إضافة لمشاركة كتاب ونقاد من فلسطين والشتات. وتزامن الملتقى مع مرور 40 عاماً على اغتيال الشهيد الأديب القائد ماجد أبو شرار، شهيد الفكر والوعي والحرية، وتخليداً لاسمه وفعله الكفاحي والنضالي والأدبي. وحملت أولى جلسات الملتقى عنوان واقع القصة القصيرة في الأرض المحتلة، والثانية حول واقع وتحديات القصة العربية المعاصرة. انطلقت النسخة الرابعة من معرض الأبد هو الآن بمنطقة أهرامات الجيزة المصرية. المعرض الذي يستمر حتى 7 نوفمبر يعد أول معرض فني يقام في منطقة الأهرامات، وتشارك فيه أعمال فنية لمشاهير الفنانين التشكيليين من مختلف دول العالم، من مصر وأمريكا وفرنسا والمملكة المتحدة وأسبانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها. وقد استلهم الفنانون المشاركون مجسماتهم من رموز وقيم فرعونية، فالمعرض مقام في المواقع الأثرية البارزة، حيث أقيمت النسخة الأولى في المتحف المصري بالتحرير في عام 2017، والثاني في قصر الأمير محمد علي بالمنيل عام 2018، والثالث في أقدم المدن التراثية وهي القاهرة التاريخية عام 2019. بيعت لوحات وأعمال أخرى للرسام الشهير بيكاسو في مزاد علني مقابل أكثر من 100 مليون دولار من قبل دار سوثبير للمزادات قبل يومين من الذكرى 140 لميلاد الفنان الإسباني، وكان أعلى سعر من نصيب لوحة المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية التي رسمها بيكاسو عام 1938 لمحبوبته ومصدر إلهامه ماري تيريز والتر، والتي بيعت ب40 مليون دولار. وبيعت اللوحتان الكبيرتان الرجل والطفل وجذع رجل ولوحة غداء على عشب بأسعار أقل على الترتيب. ختام نشرتنا الثقافية لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود الباطين الثقافية.